didn't observe the diet line for both aortic and rotator cuff failure. السلام عليكم. المنصة الكريمة شكرا على المقدمة، شكرا على الدعوة الكريمة من سمو الدكتور علاء، شكرا على الدعوة الكريمة من اللجنة المنظمة واللجنة العلمية في حوزنا كير. وآسف على الانترابشن اللي أنا عملته، المفروض محاضرتي غدا بس استسمحت الأخ الزميل رامي إن أنا آخد المحاضرة بتاعت النهاردة لظروف خاصة، وإن شاء الله هنكون معاكم رغم إن هي خارج النسق بتاع اليوم. يعني هنتكلم شولدر واليوم كله ماشي سباين، او فانا اسف جدا على الانترابشن اللي انا عملته بس غصب عني والله. الله يكرمك دكتور محمد، شكرا دكتور محمد. برزنتيشن، انا كنت عندي اثنين برزنتيشن. في البرزنتيشن الصبح لما جيت لقيت معظم الاتندنس زمايلنا الطلبه الصغيرين، فاضطريت اعدل تاني في المحاضره واخلي الموضوع ابسط عشان تتيكهم مسج، عشان نطلع مستفيدين، عشان اللي جه لازم يستفيد. لكن المحاضره اللي كنت فعلا مجهزها، لا انا دخلتها شويه رحلتها لحاجه تكون حدث تاني ان شاء الله، عشان بس الاتندنس اللي حاضر النهارده في نسبه كبيره جدا من زمان الطلبه، فلازم نراعي ده. بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهارده على روتيتور كاف ديس اوردر فروم فيزيكال سيرا بوينت فيو اند بوست اوبراتيف ريهابيليتيشنز، وده مبني على التايتل الاساسي لليوم اللي هو عباره او المؤتمر اللي هو ايفيدنس بيس. فاي كلمه هنقولها لازم تبقى ايفيدنس بيس. يعني ايه ايفيدنس بيس؟ في نقطه انوه عليها، الايفيدنس بيس ليس قران او انجيل انزل ملتزمين بيه، الايفيدنس بيس هو افضل ما هو متاح من العلم حاليا. افضل ما هو متاح من العلم حاليا، والافضل اليوم غدا ممكن يكون الاقل افضليه، فلا نتعصب لراي العلم، لا نتعصب لراي. الافضل اليوم غدا هو ربما يكون الاقل افضليه. فالنهارده هنتكلم عن روتيتور كاف ديس اوردرز. هنت بسيط قوي، ريفريشمنت، احنا لما هنتكلم عشان الزملاء الصغيرين اللي موجودين لازم نتكلم هنت انات موبايل ميكانيك سريع. الشولدر نوت اجوينتس وحيد، اتز ا كومبلكس. الشولدر از ا شولدر بيرد كومبلكس، بيتكون من جيني هيومرال جوينتس دبل اند سكند، سيرنو كلافيكولار جوينت سكند جوينتس، اكرونيك كلافيكولار جوينت دبل جوينت، سكابول ثوراسيك ارتكوليشن، ات از ان ارتكوليشن نوت ان اترو جوينتس، اند ات از ريفليكتد ذا موشن اوف ذا سيرنو اند اكرونيك كلافيكولار جوينتس. ده مبدئيا عشان اتكلم يبقى عارف وات از باثولوجي وير از باثولوجي. الباثولوجي اللي هيبقى موجود هيتكلم عنه النهارده هو روتيتور كاف ديس اوردرز. روتيتور كاف ديس اوردرز يا اما تتعالج سيرجيكال يا اما تتعالج فيزيكال. يبقى لازم ابقى عارف مين هيتعالج فيزيكال ومين هيتعالج سيرجيكال، والباثولوجي ده ازاي وجه ازاي وليه. وده بمنتهى البساطه ان انا افهم الكيماتكس والكينيتكس اوف ذا شولدر جيردل. شولدر جيردل في سكابولو ثوراسيك ارتكوليشن، ستيرنو كلافيكولا، اكرونيو كلافيكولا، سكابولو ثوراسيك ارتكوليشن، في كابلنج فورس سيستم بيشتغل على مستوى سكابولو ثوراسيك سيستم، هو الدلتويد، هو السريتس، ترابيزيوس، في رومبويدس، في ليفيتوريس كابيلي، في بيكتوراليس ماينور، كل المصر دي اك اولسو، بات المين تو بي اسيست اند تريتد از ترابيزيوس، ترابيزيوس اند سريتس. لسه في السلايدز بتاعه كمار الوادي كان في ابر كروس ولور كروس وكان شايل تايب بي، فدايما المنطقه على مستوى السرفايكال بوستيريور تبقى ويك، طيب انتيريور ويك، dorsal spine posterior weak anterior tight. وده الاساس اللي على اساسه هبني الاسسمنت بتاعي لعيان شولدر كابر سكريننج. انا مش هينفع اعالج عيان شولدر غير ما اعمل سكابل سيرفايكال سكريننج ودورسال سكريننج، ممكن انزل كمان لور ليمب سكريننج لو انا بتعامل مع بروفيشنال اسرين. روتيتور كاف هم مين؟ سوبرا سباينيتس، انفرا سباينيتس، تيريس ماينور، سب سكابلاريس، ده مع ديم السب اكروميال سبيس. الكومن ديس اوردرز اللي بتحصل على مستوى الشولدر هي الامبنجمنت سندروم. يعني ايه امبنجمنت سندروم؟ يعني الكومبوننت اللي موجوده في السب اكروميال سبيس اللي هي سوبرا سباينيتس، انفرا سباينيتس، تيريس ماينور، سب سكاب، لونج هيد اوف بايسب، سب اكروميال بيرسايتس، كراكو هيومرال ارش كومبريست، او المكان الضيق. ليه المكان الضيق؟ المكان الضيق يا اما لسبب من الاسباب دي، يا اما بوستيريور كابسولار تايتنس، يا اما روتيتور كاف ويكنس اور تير، يا اما بيرسا او شيب اوف ذا اكروميوم، يا اما بيرسايتس اور انفلاميشنز.
ناخد كل واحد لوحده كبسولار تايتنس. الشولدر جيردل عباره عن الجين هيومر عباره عن بول اند سوكت جوينت يبقى كونفكس كونكيف رول يبقى تايتنس بوستيريور كبسول هيكون مين كوز اوف امبنجمنت بيكوز التايتنس بوستيريور كبسول هيعمل ايه؟ الهيد المفروض تجلايد بوستيريور. لو الكبسول تايت بوستيريور ايه اللي هيحصل؟ الهيد يحصل لها سوبيريور اند انتيرو مايجريشن وتزنق على التندون اوف ذا مين اوف ذا امبنجمنت اوف ذا اورثوكاف تعمل لك امبنجمنت سندروم. يبقى جزء اساسي للتريتمنت بتاع اورثوكاف ديس اوردر اسسمنت اند تريتمنت اوف بوستيريور كبسول تايتنس. ده عن طريق يا اما الاسترتش يا اما الموبيلايزيشن وتو نو هاو تو اسس الكبسول. هو الكبسول ده ايه؟ ده كونكتيف تيشو. يبقى انا هثبت نقطه واشد الثانيه واشوف التايتنس. هو الكبسول لو تايت البوستيريور كبسول ماسك منين؟ من الجلونايد ورايح للهيومرز. لو انا عملت هوريزونتال اكشن شولدر ده مثبت السكابولا يبقى انا كده بقى اسس البوستيريور كبسول او اندايركت واي. الكبسولار تايتنس مين انديكيتور ومؤشر قوي كورليتد ويز انترنال روتيشن ديفيست او جيرت سندروم. لو انا عملت اسسمنت الانترنال روتيشن اوف ذا شولدر ده هيديني مؤشر لو ليمتد ده اقوى مؤشر لمين؟ للتايتنس اوف ذا بوستيريور كبسول. يبقى جزء لو انا عايز اعرف الكبسول بوستيريور كبسول اتحسن او هو تايت هيكون بين الاسسمنت بتاعه. الاسسمنت بتاعه اللي هو عمال هوريزونتال ادكشن اور انترنال روتيشن ليميتيشن. اثبت نقطه واشد الثانيه ده بوستيريور كبسول. النقطه الثانيه الويكنس روتيتور كاف ماسلز. الويكنس روتيتور كاف ماسلز الروتيتور كاف الفانكشن بتاعتها وكان في محاضرات كتير والكلام ده كتير قوي لطول شرحه ولكن الفانكشن بتاعتها السوبرا سباين بالسنترلايز الهيد اوف ذا هيومر ان ذا جرونيت كافيتي السب سكاب والاكسترنال روتيتور انفراويد تيرس كابلنج فور سيستم مع الدولتويد يحصل الاكشن بتاع مين؟ اللي هو مين؟ الروتيتور دولتويد كابلنج فور سيستم. امبالانس بين الروتيتور روتيتور ده هيخلي الشولدر يروح في انترنال روتيشن اثناء الرفع فيعمل امبنجمنت سندروم. امبالانس بين الروتيتور دولتويد الدولتويد اوفر اكتف هتعمل جلايدنج ترانسليشن اوف ذا هيد سوبيجر تزنوا بالهيب على روتيتور كاف تندونز. يبقى جزء من الاسسمنت بتاعي لعيان شولدر امبنجمنت سندروم روتيتور كاف ديس اوردر روتيتور ماسل سترينس والدولتويد اسسمنت واشوف الامبالانس بين روتيتور روتيتور وروتيتور دولتويد كابلنج فورسز. اللي بعده الانفلاميشن اوفرسايتس. اي حاجه بيحصل لها انفلاميشن اوف تندونايتس اوفرسايتس بيحصل لها انكريزنج في السايز بتاعها فتاخد سبيس اوكوباينج ليجن. فجزء من التريتمنت بتاعي ان انا اسس الاوفرسايتس والتندونايتس. البيرسا ده كاشن ورساك تحت الاكروميوم بتقلل الفريكشن بين التندونز وبين البوني برومانس اللي هو الاكروميوم. يبقى ده هي باسف التندونز اكتف باسف وهو بيوصل الاكشن من مصر للتندونز. فلو زنقت على التندون او زنقت على البيرسا هيظهر البين. وعشان كده السبيشال تيست بتاعت الامبنجمنت كنترول الامبنجمنت سندروم كلها عباره عن يا اما ايزومتري للابدكشن يا اما النير فليكشن ابدكشن واخدها باسف يا اما الهوكنز كيد تيست واخدها واعمل بها التيست بتاعها عشان ااكد يعني ايه امبنجمنت سندروم. يبقى اف اي نو وات از ذا باثولوجي وير از ذا باثولوجي هبقى عارف وات تو ابلاي وير تو ابلاي وين هاو. واظن ده الاسئله اللي جاوب عليها الايفيدنس بيز ميديسن. يبقى لو انا عارف اناتومي فيسيولوجي هبقى عارف وات از ذا باثولوجي وير از ذا باثولوجي ثم بعد ذلك اعرف وات تو ابلاي وير تو ابلاي وين تو ابلاي. وعندي اجابه بالابحاث ليه هعمل ده ومش هعمل ده؟ ليه هعمل موبيلايزيشن مش ستريتشنج؟ ليه هعمل ستريتشنج مش موبيلايزيشن؟ ليه هعمل سترينسك اكسترنال روتيتور مش انترنال روتيتورز؟ وده بس بيزك او ساينتيفيك راشونال العلمي للابحاث بتاعتنا هقدر اجاوب على الاسئله كلها واحل مشكله العيان. واي بريسكرايبنج بريسكريبشن اوف اوبتيمال اكسرسايز فور ذا جلينو هيومرال جوينت ليه هشرح ليه هعمل اكسرسايز وامتى اعمل ده وامتى ما اعملش ده؟ ده اللي هيجاوب على مين؟ الافيدنس بيز مينيمايز تريننج ان اراوند سراوند تيش ده بالاي اندرستاندينج ذا اكسرسايز ذا بايوميكانكس اند اناتومي وابقى عارف وفاهم وعارف ايه اللي اتعمل وامتى وازاي وليه هقدر بالاجابه على الاسئله دي احط اوبتيمال وايدل تريتمنت للعيان بتاعي. ده السب اكروميال سبيس والسب اكروميال بيرسا واللونج هيد اوف بايسبس والكروكو اكروميال ارش. ده الاكروميو هومرال ديستانس والمسافات بتاعته ستاتيك ودينامكس واوضاع مختلفه ومقاسات مختلفه. هو المين بتاعه من 8 مللي الى 12 مللي والمفروض ان هو بيتقاس في وضعين ستاتيك ودايناميك يتقاس من سيتنج من ريستنج بوزيشن ويتقاس من ابدكشن بهذا الشكل وناخد المتوسط بتاعتها لان ممكن العيان يبقى عنده وايد سب اكروميال سبيس وفي نفس الوقت بيشتكي من امبنجمنت سندروم وده بيعزى انه ما عندوش كنترول للروتيتور كاف وين تو اكت امتى تشتغل فتستابلايز الهيد فبالتالي يبقى عنده وايد سب اكروميال سبيس ومع ذلك بيشتكي من امبنجمنت سندروم.
وده لازم ابقى فاهم انا بعمل بده ايه. يبقى المقاسات بتاعتي لو اعملها بالسونوجرافي اقيسها ستاتيك وديناميك. ممكن من الاكس راي اقدر اكونكلود ان العيان ده بيشتكي من امبنجمنت رحم الله استاذنا الدكتور عزت كامل وجعل الله علمه وعمله في ميزان حسناتك علم منتفع به. لما كان بيجي لنا عيان عند دكتور عزت كنا بنتعلم الاشعاعات بتاعته. دي احد الاشعاعات. دي احد اشعاعاته. فتعلمت منها ان انا من عيان من اكس راي اشخص امبنجمنت سندروم. ده الامبنجمنت سندروم ده عيان نورمال. كان يعمل على الساوند والافكتد. الاستاذ استاذ. ومن اخلص النيه يؤجر عليه حتى لو بعد رحيل. هو اخلص النيه كان قاعد في عيادته واحنا بنتعلم من علمه واحنا قاعدين في عيادتنا. البشره هيد تو هيل رحمه الله على الاستاذ الدكتور جميل حنان. هيد تو هيل. هيد تو هيل العيان من كعبه لراسه ولسه محاضره كمار واخدها من البرونيتي وطالع البرونيتي فيت يعمل لوبر بين. نفس القصه عين الشولدر امبنجمنت سندروم مش هعالجه كشولدر. لازم هنزل سيرفايكال سكريننج لان الشولدر مش هقدر لو فورورد هيد بشره لازم اكون ريكت والديب نيك فليكسوس والابر والفيتروسكابيلي والبيج ماينور تايتس. ده كله يتصلى عشان اعالج عين امبنجمنت سندروم. النقطه العين اللي عنده كيفوتي هايبر لوردوز. هايبر لوردوز يا صاحبي هايبر كيفوز. هايبر كيفوز اللينس الماسلز كلها بتاعت السكابولر ماسل والسكابولر ستابيلايزيشن الترابيزيوس والرومبويدس الاورجن بتاعها سكابل الاورجن دورسال وراح للسكابل. وده صح بوظت الميكانكس كلها وقللت وعملت ستيبنس اللينس تنشن ريليشن شيب. الكيفوتك بليمت الفورورد الفورورد فليكشن اوف ذا شولد. كل الاكوبيليتي في الدورسال سباين بتليمت الفورورد فليكشن اوف ذا شولد وبتعمل امبنجمنت سندروم. الكيفوتك بوش بتعمل راوند شولدر وتعمل نارمج وانتيرو تيرنج من ذا سكابل. يبقى لازم اصلح من تحت. يبقى اصلح دورسال بدون ما انزل لمبر لازم هيد تو هيل. الدلتويد والروتيتورز والكابلنج فور سيستم دي محاضره كامله وكان قالها الدكتور ناصر في المؤتمر اللي فات. الاستراكشر كوزز الاكروميال والشيبس بتاعته الهوب والكيرفت والفلات دي من الاسباب اللي تعمل امبنجمنت سندروم. السبيشال تيست اللي بنعملها او الاكزامينشن المفروض تعمل عشان اسكرين اقول عند امبنجمنت سندروم هوكنز كينيدي تيست النير تيست اكتف اليفيشن بازل انترنال روتيشن ويز اليفيشنز انترنال امبنجمنت ساين. نعمل الكلام ده كله بسرعه. كلنا عارفين الفول كان والامبتي كان كسبيشال تيست الامبنجمنت. يبقى انا اقدر اعمل الاكشنز بتاعت الماسل بتاعت الروتيتور كاف كايزومتريك ظهر البين يبقى امبنجمنت سندروم او ازنه على التندونز او لو هو بيرسايتس مش تندرايتس اعمل ديستراكشن واعمل الاكشن البين قال يبقى ده بيرسايتس نوت اتندرايتس. طالما بنتكلم ايفيدنس بيز امتى اقول العيان ده امبنجمنت سندروم؟ اقول العيان ده امبنجمنت سندروم اللي هو بوزيتيف هوكنز كينيدي تيست بينفول ارك وعنده ويكنس في الاكسترنال روتيتورز يبقى ده بنسبه 95% امبنجمنت سندروم. امتى اقول العيان ده روتيتور كاف ديس اوردرز؟ طالما بنتكلم ايفيدنس بيز لو العيان ده بوزيتيف امبنجمنت سندروم سوبرس باينيتس ويكنس اكسترنال روتيشن ويكنس مش لازم يكون دروب ارم تيست وفي سن فوق ال 60 سنه يبقى العيان ده بنسبه 95% فول سيكنس روتيتور كافتير. بنتكلم ديفرنشال دايجنوزس ان العيان ده شولدر بين. الشولدر بين ميبي يكون سيرفايكال سبوندلوزس ميبي يكون فروزن شولدر ميبي يكون بيبرسايتس ميبي يكون بي لابريال باثولوجي. اميز بين الكلام ده ازاي كديفرنشال دايجنوزس الامبنجمنت سندروم قلنا العيان ده امبنجمنت وفروزن العيان امبنجمنت الباثولوجي فين؟ الباثولوجي في التندونز نفسه. فالتندونز لو انا عملت الايزومتريك او عملت الاكشن او زنقت على التندن يظهر الالم. الباثولوجي في الفروزن انا اسف للزملاء الاستشاريين والاساتذه الموجودين ان انا بتكلم بلغه بسيطه جدا عشان بس الاخوه الصغيرين اللي موجودين هم الاغلبيه. فيعني فانا هتعامل مع تندونز انا بتعامل بس الكومبوننت يعني بعمل اكشن بتاع المصل اللي تعمل التندنس فلو عملت السبيشال تيست بتاعت الامبنجمنت هتبين الامبنجمنت. اميز بشكل تاني اللي هو ايه؟ البين موجود اكتف وباسف اكتف وباسف وفي الاول دايركشنز ذا فوز. يبقى العيان ده بين بين ومفيش ليميتيشن بين ليميتيشن بين. ده لازم اسمع العيان كويس قوي ودي كانت محاضره الدكتور مصطفى الصبح. سماع العيان العيان مستمع له كل كلمه بقولها العيان الشكوى الالم بدا ازاي زاد ازاي ده لازم اسمعه كويس قوي عشان اعرف هو فروزن ولا امبنجمنت. عيان الفروزن بيبدا بين وبعدين ليميتيشن. عيان الامبنجمنت ممكن يبدا شويه بين وليميتيشن مع بعض. الليميتيشن في الفروزن شولدر يونيفورم بين في الليميتيشن دايركشن يونيفورم
بينفول ليميتيشن يعني البين موجود في كل الدايركشن. عن الامبنجمنت سندروم البين موجود في ثلاثه دايركشن اللي هما مين؟ الفليكشن ابدكشن انترنال روتيشن. الانترنال روتيشن عشان الكبسول تايتنس، والفليكشن لانه بيزنوا على التندون، والابدكشن لانه برضه بيزنوا على التندون عن طريق بيعمل الاكشن بتاع السوبر سباينيتس فيديني المشكله بتاعته. لازم اعمل سيرفايكال سكريننج واعمل كوادرانت والسبيرلينج تيست والنيورال تنشن تيست واتاكد ان الالم ده ريفيرد ولا ريديتور من السيرفايكال ولا لا. بعد كده اتاكد لو فري يبقى العيان ده شولدر اتكمل على الشولدر. مفيش عيان شولدر اتعامل معاه وزود سكريننج سيرفايكال، لازم افحص السيرفايكال وبعد انزل على الشولدر. اللابريا باثولوجي وده دايما هيبقى كروماتيك وغالبا بالسلاب او ديسلوكيشن. الاوبريان تيست ده اشكال ام ار اي، ده بالاكس راي برضه وضع تاني الصوره لتحت. لو الهيب نوت سنترلايزد ومايجريتد بهذا الشكل وانكورشمنت على التندن وعاوز تطلع من فوق الصب اكروميال من صب فوق الاكروميال، ده انديكيتورز للام ار اي. دي الام ار اي بتاعت العيان ودي الاكس راي بتاعته. يبقى انا بالاكس راي اقدر اشخص مين؟ روتيتور كافتير، واشخص بها البنجمنت زي ما اتعلمنا من الدكتور عزت رحمه الله عليه. انواع التيل اوف روتيتور كاف السكندري. انا اسف عشان بس طرش هنا كم دقيقه؟ دقيقتين. حاضر حاضر. سمول واحد لا يا فندم، احترام الوقت عشان نقدم الرولز يعني عشان كفايه ان احنا كسرنا اول مره ما نكسرهاش تاني. سمول لو سمول تير 1.5 سم، ميدل تير اللي هو 1.5 ل 3 سم، اللارج من 3 ل 4، الماسك اكتر من 4 سم. انا بقول ده ليه وبعرف ده ليه؟ بعرف لان كل سايز اوف ذا تير هيبقى له بروتوكول في ريبيتيشنز وحسب التيشو كواليتي وحسب هو ديجنريتيف ولا تروماتيك. There is no absolute medical indications for surgical. ما فيش حاجه تقول عادة تعمل له عمليه. ما فيش حاجه ده لازم يتعمل له عمليه، ولكن هي ريليتيف. Failure of conservative treatment symptomatic. راجل بيشتكي هو full sickness tear symptomatic، بيشتكي هو partial sickness tear اكتر من كام؟ 50%. يبقى لازم يكون عيان بيشتكي، يعني الام ار اي بتاعته بتقول full sickness tear supra spinalis، هو ما بيشتكيش asymptomatic يعمل عمليه ليه؟ النقطه اللي بعدها، لازم العيان اللي هو partial originative tear، البارشل اورجينيتيف تير اللي هو الاوتلت امبنجمنت مش الانلت او مش الانترنال امبنجمنت، ياخد فرصه على الاقل من 3 ل 6 شهور كونزرفتيف ترما بارشل سمبتوماتيك. لكن الفول سيكنس تير سمبتوماتيك اوبرتيف. الثالثه لو العيان انترنال امبنجمنت 3 شهور وفيلير اذا كنت 3 شهور ده اوبرتيف. الجايد لاينز بتاعتنا عشان الريهابيتيشنز بوست اوبرتيف لازم اكون عارف أربع ركائز أساسية، أناتومي فيسيولوجي ده خلاص عشان أعرف الباثولوجي، بعد كده سيرجري، السيرجري أعرف تفاصيلها كاملة كاملة، العيان ده عامل أكروميو بلاست ودي الكيس بتاعت الريهابيتيشنز بتاعتي، ماست بي ماتشنج. البروجرام أر إيفالويشن بيز، مش هي اسطمبة مش ورقة بتطلع من الكتاب وتطبق، كل عيان حالة قايمة بذاتها، وبناء على الأسسمنت بيكون التريتمنت. وبناء على الاسسمنت والبروبلم اوبزرفيشن بيكون التريتمنت. يبقى الريبيتيشن بروجرام باست بي ماتش سيرفن، ولازم الاثنين يكونوا ايدنتيكال، يعني البرنامج اللي بعمله متماشي مع الحاله نفسها. الاساس في البروبليشن بتاعي بيحكم اناتومي فيسيولوجي بايوميكانيك سيرجي، اربعه كريتيريا لازم اعرفها. الفيسيولوجي اللي هو الفيسيولوجيكال ايج، العيان ده الميكانيزم اوف انجري بتاعه كان جينيتيف تير ولا تروماتيك تير، حجم التير بتاعه مايلد ولا سمول ولا ميديوم ولا لارج تير، التندون ده كان سوبرا سباين ايزوليتد روتيتور كاف سوبرا ولا سوبرا وانفرا ولا ماسك روتيتور كاف تير، التندون كان ريتراكت وفي جاب ولا التندون كان لسه بوست تروماتيك وعمل عمليه. كل الفاكتورز دي هتفرق معايا لما اتعامل مع عيال روتيتور كاف ريبير هو ديجنريتيف تير، البروبليشن بتاع الاكسرسايز بتاعتي هيكون ابطا. بالبلدي كده لما بتاخد غرزه في قماشه قويه ولا تاخد غرزه في قماشه دايبه؟ قويه. فالبروجريشن هنا مع التروماتيك تير هيكون اسرع، مع الديجنريتيف تير هيكون ابطا. النقطه الثانيه مع التروماتيك تير لازم نخاف من الارثروفيبروز والستيفنس والبين السوشيال تبقى عالي جدا، مع الديجنريتيف تير قلما ونادرا
ما يحصل ستيفنس. فرقم واحد بروتكت الريبير، بروتكت الريبير، بروتكت الريبير. المعيار الاساسي عشان البروجريس البين والاند فين والاسترنس. يعني ايه؟ بقولها بمنتهى البساطه، يقدر وما توجعش وما يربطش. يعني العين يقدر يعمل حاجه ومش مربوع. الاصل مش حاجه اسمها نوبين نوبين، العين جاي تعالج مش جاي تعزل. يقدر يبقى البين والاند فين، والثالثه الاسترنس، ده من ضمن المخدر. الحاجات اللي بتحكم، واحد الطيب في ريبير ارثروسكوبيك ولا ميني اوبن، كان في سلاب ريبير ولا سب اكروميال ديكومبريشن، في كابسل انفولفمنت ولا لا، اللي بعد السايز بتاع التيب، تيشو كواليتي، ايج اوف ذا بيشنتس، اللينس اوف تايم فروم سيرجري، التيميت فانكشنال جول. اللي احنا عايزينها مع العيان ده، لو عيان رفض الكاف تير وهو اصلا 40 سنه ويت ليفتنج وحصل له تروماتيك تير، هعامله زي عيانه 60 سنه وكل هدفها ان هي تقضي حاجات بيتها، ده اللي جول وده اللي جول. في حاجات اساسيه، في 10 ستايل ورا بعض هنلخصهم بمنتهى البساطه. اول حاجه بروتكت الريبير، تاني حاجه بريفنت الكومبليكيشنز بوست اوبراتيف، تالت حاجه ريجين النورمال ارثرو اند اوستوكينيماتكس اوف ذا سكابرو ثوراسيك اند بيل هيومرال جوينتس. يبقى واحد بروتكت الريبير، اثنين بريفنت الكومبليكيشنز، منتين النورمال اوستيو اند ارثرو كينيماتكس او ارثرو ثم اوستيو. ليه ارثرو ثم اوستيو؟ لان الارثرو كينيماتكس بتاع هي والاوستيو كينيماتكس دي الموبيليتي، واحنا كعلاج طبيعي موبيليتي ستابيليتي كنترول موبيليتي سكيلز. يبقى الموبيليتي ان انا يكون عندي نورمال ارثرو اند اوستيو كينيماتكس اوف ذا جلينو هيومرال جوينتس اند سكابول ثراسك ارتكيوليشن. اثنين ده بعد ما اعمل بروتكشن للريبير. البروتكشن بتاع الريبير هيكون مبني على الاسس الاساسيه ان انا فاهم كل تفاصيل العمليه وعارف ده هعمل له اكتف امتى، وده بناء على احترامي للفسيولوجي. احترامي للفسيولوجي معروف ان انا ممنوع ان انا اعمل اكتف قبل 4-6. طب لو ديجنيتيف تير خليها 8 مش هخسر حاجه، اخر يبقى 6 اسابيع ده الاكتف. يعني مسموح لي ان اعمل باسف من اول يوم، مسموح لي اعمل باسف من اول يوم. اكتف اساس من 4-6 مسموح لي اعمل باسف، اكتف اساس من 4-6. بس ده الاصل. النقطة الثانية، حجر زاوية أساسي زي ما معروف عندنا في النيز، ان اول نيز، ان اول نيز زيرو اكستنشن، الشولدر 90 باسف 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 90 ابدكشن. ليه؟ الباسف 90 ابدكشن او الشولدر بتاعي باسف ابدكشن 90، انا مش عامل استريتش على الانتيريور كبسول، مش عامل استريتش على الانتيريور كبسول، مش عامل استريتش على البوستيريور كبسول. البوستيريور بيمت الانترنال، الانتيريور بريمتر ابدكشن، الانتيريور بريمتر اكسترنال. يبقى انا عندي ايه؟ تقريبا اكتر من 75 ل 80% من نورمال ارثرو اند اوستيك، نورمال ارثرو اند اوستيك ماتكس. النقطه الثانيه، لما نرجع للسكابلو هيومرال ليست، اول 30 درجه جلينو هيومرال، من 30 ل 70 سكابلو ثراسي، 70 ل 100 جلينو هيومرال، 100 ل 120 جلينو هيومرال، 120 ل 100 جلينو هيومرال ثاني. فانا لو وصلت ال 90 نص الرينج، وفي التالي غطيت النورمال رينج بتاع الهيلو هيومرال وخدت مين ودخلت معاه السكابولو ثوراسيك ارتكيوليشن، يبقى كده انا عملت استريتش فمنعت الكابستر باتل اوف ليميتيشن على مستوى الاسترنو والاكرونيو والهيلو هيومرال جوينتس، يبقى كده منعت الارثرو فيبروس. وفي نفس الوقت باسف عشان امنع مين الاوفر لود اور تنشن على الريبير. التواصل المباشر، محدش يعرف تفاصيل العمليه غير اللي عملها، لازم يكون دايركت كونتاكت، لازم تبقى عارف الجراح بشكل مباشر وعلى تواصل مباشر. وي ار تيم، القاعده في المريض والضلعين الفيزيشن او الجراح والعلاج الطبيعي. لازم يكون البرنامج العلاج الطبيعي متناسب لكل الحاجات اللي قلنا عليها. بروتوكول ار ايفالويشن جروب ار ايفالويشن بيس دوريشن از بيس اون ذا كونتينيو ايفالويشن يوزنج ذا برنسبل اناتومي فيسيولوجي بايوميكانكس سيرجي. نيفر ايفر نيفر ايفر يوز ذا تيرم اكسلريتد اور اجريسيف بروتوكول.
We had to use functional and physiological. Functional and physiological. Physiology, إنه نحترق الفيسيولوجي والإيج وكل الفيسيولوجيكال كومبوننت. والفانكشنال العيان يقدر والبين والإنديفيز. الإيفالويشن كونتينيوم بروسيس. هسكيب. هرجع بيه تاني. We believe it is safe to initiate passive range of motion and active assisted range of motion. That is evidence immediately post operative rotator cuff injury. الايزومتريك ونيور ماسكول الكتريك الاستيميليشن بتنبروف الاسترينس بتاعة الماسلز لو متاح ياريت نطبقها. الاوفر هيد بيلي عشان الرينج اوف موشن سيف بس شرط ان هي تكون فين؟ اون ذا سكابشن اور ذا سكابولر بلين. الريزم ستابلايزيشن الاكسرسايز بهذا الشكل انا اقدر اعمل بها بس رينج اوف موشن بالبيلي دي او بالجهاز ده للفورورد فليكشن للابدكشن الاكسترنال والانترنال روتيشن كباسيف تو مينتين الفلكسبيليتي اوف ذا كبسول. الحته اللي بعدها النقطه دي هنقف عندها شويه. اناتومي بايوميكانكس سيرجي. لو انا نايم العيان بهذا الشكل ورفع ايده اكتف اسيست بهذا الشكل العصايه بهذا الشكل طالع اكتف اسيست ولاحظ ان هو حاط ايده كده دلوقتي هو اللود كله فين؟ ريزولوشن اوف ذا فورس زاويه 90 يبقى كله على السلم يبقى كده اكنه بيعمل ستاتيك كونتراكشن لمين؟ للروتيتور كاف بدون اي لود على الريبير بدون اي لود على الريبير. اللي بعده عن زاويه 30 لو العيان نام زاويه 30 وطلع وعمل هولد بالتب بالايد انا طلعت وعملت بليسنج اكني بعمل اسيت واقف بالتب وعامل مينتين للبوزيشنز اوف ذا ليم ده هيعمل كونتراكشن في الروتيتور كاف. انا طلعت عن زاويه 30 تلتين الوزن على السرير والتلت على مين؟ على الايد على التندنس. طبعا زاويه 45 ساين سيتا كوزاين سيتا واحد على جذر اثنين يبقى نص الوزن على السرير والنص على مين؟ على التندنس. ال 90 عن 60 التلتين والتلت ثم عند ال 90 كده. فنقدر لما يجي لنا عين شولدر ايا كان بقى مشكلته مش قادر يرفع ايده الاول صباين واخليه يطلع ويعمل ستاتيك من تل الكونتراكشن بتاع المصل بهذا الشكل. بعد كده زاويه 30 45 60 ثم ارفع ايدك هيرفع. ده على مستوى مين؟ الدلتويد روتيتور كابلنج فورس سيستم كنترول. لسه بقى في سكابولو ثوراسيك كابلنج فورس سيستم اللي هو السريتس ترابيزيس. هبدا بالبرونيو اكستنشن الاول ثم التي فليكسد البو ثم جبا يبقى التي اكستندد البو ثم الفي فليكسد البو عشان المومنت ارتد مش قادر هلعب نفس اللعبه معاه على السلم كفورس ريزولوشن. وهذا الكلام روتاتري وترانسلاتري فورس ما ينطبق على الاوبن كاينيتك والكلوز اوبن كاينيتك 90 60 60 30 60 30 كاي سي ال لان الروتاتري فورس كل الزاويه ما قلت بقت الفورس كلها ترانسلاتري كل الزاويه ما زادت معظم الفورس بقت روتاتري. انا لو بشوط كوره زي كده هشوطها الزاويه الصغيره الكوره هتمشي قدام ولا هتطلع لفوق ساين كوزاين الزاويه هتمشي اللي هتبقى ترانسلاتري من زيرو معظم القوه بتاعت التلتويد بتعمل ايه؟ بتشد الهيد لفوق فبتبقى ترانسلاتري عن زاويه 45 نصها روتاتري ونصها ترانسلاتري عند الزاويه 60 معظمها روتاتري واقلها ترانسلاتري. عشان كده التمارين والاكسرسايز بالبروجريس على حسب ان انا اكون فاهم بايوميكانكس وفورس ريزوليوشن وساين وكوزاين وامتى جرافيتي اليمينيشن اقدر اجيبها فورورد فليكشن. يا جماعه بيزكس از بيزكس بيزكس از بيزكس. لو انا عارف اناتومي فيسيولوجي بايوميكانكس اقدر اصمم اي برنامج علاج طبيعي ايا كان اقدر اطبق الجايد لاينز من غير ما اشوف الجايد لاينز. سريتس ابدا سنسنج الاكسترنال روتيتور والانترنال روتيتورز. الاسترتشنج في نقطتين مهمين في الاسترتشنج الاسترتشنج اوف ذا بوستيريور كابسول والاسترتشنج اوف ذا لات رادس ماستورس والاسترتشنج اوف ذا بيكتراليس ماينوس.
ده البيت ماينور، ده البوستيريور كبسول، ده اللات. اللات هتليمت الفورورد فليكشن، البوستيريور كبسول هيليمت الانترنال روتيشنز. البيت ماينور هتبقى احد الاسباب الاساسيه زي مين كوز اوف امبنجمنت والتير اصلا، لان التايب بتاعها بيعمل ايه؟ انتيرو تيبنج وكومبريشن ونارو في السب اكرومين سبيس. البيت ماينور اسسمنت اللي هو بالكيلومتر او المسافه ما بين الاكرومي والسرير او المسافه التايتنس بتاع البكتيريوم من النادر لحد الكوراكويد. ده الاستريتش بتاع البكتيرالس ماينوس. المصل استرينسنج الايفيدنس عليها كتير جدا، والاساس مش ان انا في الشولدر ان انا استرينس، الاساس ان انا اعمل بالانس بين الروتيتور روتيتور روتيتور دلتويد وسكابولر ماسلز. السكابولر ماسلز ده البروتوكول اللي كنا ماشيين عليه من سنه 2007 بتاع انكولز، حصل شويه موديفيكيشنز بس في قصه وانتوا ابلاي. لما هبدا مش هبدا الاربعه مع بعض، لازم ابدا بالبرون اكستنشن، والبرون اكستنشن مش زي هي الصوره دي، مش هبدا بالدي، هبدا بالمنظر ده. ده الموديفيكيشن بتاعها ده 2007 اللي تحت 2017، التغيير بتاعها بتاع 2017 الشين ان عشان الديب نيك فليكسورز والاستابل الهيب نيك الاستابلايزر بتاع الشولدر بتاع الابر تراب. فابدا فوق بالشكل ده كده واعمل الدي اللي هو البرون اكستنشن بهذا الشكل. الدنيا احسن عملها وكويس قادر مش موجوع، قادر مش موجوع، ابدا اعمل مين؟ سي دي السي. والسي ما لو بداتها اكستندد هتبقى مؤلمه، هبداها فليكسد، هبداها فليكسد. وهدخل في تفاصيل ثانيه كمان، العيان ده معاه بايسبس تينوتومي ولا تينوديجس، ودي حاجه هتقول شرحها تاني. لان انا في الاكستنشن بشد وحسب الريبير، الريبير بتاع التندوز هيجي لك عيان كتير وتقول كاف ريبير، معمول له بايسبس تينوديزيس او بايسبس تريتوم تروتوم لا ايه؟ هنعوز الكلام ده برضه. فابدا بالاكستنشن بالفليكسد المو ثم اكستنت المو. بعد كده هاخر اخر واحد ممكن اعمله اللي هو البي، مش تاني واحد، ده اخر واحد ممكن افكر اعمله البي، لان البي ده اكتر اكسرسايز بيعمل سترينث وايزومتريك سترينث للاكسترنال روتيتوس. فالعيان ده لو عامل ريبير الانفراس باينيتس مع السوبراس باينيتس، لو انا عملت بدات بده انا بعمل اوفر تنشن واوفر لود على الريبير، يبقى انا بدمر عمليه. ممكن اعمله سوباين، الدنيا احسن هبدا بهذا الشكل رول اكستنشن، الدنيا احسن اعملها اكستندد، ثم بعد ذلك اعمل مين؟ الصوره الايه؟ اخر حاجه دي. افضل تمرين للسترينسنج للسكابولر ماسل ديسكابشن، كلنا عارفين ده لان الاناتوميكال لاين والميكانيكال لاين مع بعض. في السكابشن الجريتر تو بروستي كلير من السب اكرومال سبيس، لذلك لما بعمل التمارين ما بيبقاش الجريتر تو بروستي سب اكرومال فما بيزنقش على التندو فما بيعملش امبنجمنت. في نقطه ثانيه مهمه جدا مهمه جدا، الصوره دي الاسك رايح ازاي؟ فليكشن اب اكسترنال روتيشن اللي هو دي تو بي نيف بروبوسيبتيف نيورو ماسكولار فاسيليتيشن. Brain doesn't know anything about motion but know everything about function. لما اول ابداكتورز واول فليكتور سيبت واول اكسترنال روتيتور سيبت مفيش مانع ان انا اعمل باترن بي ان اف فليكشن اب اكسترنال روتيشن، ودي غالبا المصل اللي بتبقى ويك في الابر لم، الفليكسورز والابداكتورز والاكسترنال روتيتور. زي ما المصل اللي بتبقى ويك في اللور لم بالاب والاكسترنال والاكستنشن، في اللور لم اكستنشن اب اكسترنال روتيشن. مفاتيح اللور لم، مفاتيح الابر لم فليكشن اب اكسترنال روتيشن، مفتاح اللور لم اكستنشن اب اكسترنال روتيشن. مفيش عيان لور لم مش بيشتغل على الميتاس ماكسيمس، مفيش عيان لور لم مش بيشتغل على الابدكتورز ولا الاكسترنال روتيتورز، مفيش عيان ابر لم مش بيشتغل على الشوك فليكشن، مفيش عيان ابر لم مش بيشتغل على الابدكشن، مفيش عيان ابر لم مش بيشتغل على الاكسترنال روتيتورز. كونكلوجن كومباينيشن اوف ارت اند ساينس ده الايفيدنس. ريستور نورمال ارثروكينيماتكس بيتر وركينج نولج of anatomy, biomechanics, evaluate resistance, just pain and locations. مش البين واللوكيشن، ليه الالم موجود وايه اللي ممكن ازوده، وايه الالم وليه الالم جه وازاي اقلله، وايه المشكله اللي سببت الالم. البايوميكانكس امبلنتيشن هي الاساس، احنا بنتعامل مع فانكشن موبيليتي ستابيليتي كنترول موبيليتي، يعني نورمال كينيماتكس اند كينيتكس. كينيماتكس اللي هي الارثو كينيماتكس اند اوستو كينيماتكس، كينيتكس اللي هي الفورسز. لو انا فاهم النورمال هعرف الابنورمال،
فارجع ارجع الاب نورمال اللي هو الباسو ميكانكس النورمال ميكانكس، يبقى انا كده عالجت العيان. شكرا.